يا صباح الخير مشاهدينا من جديد. غامر عدد من المزارعين في شمال غربي سوريا منذ مطلع شهر أيار الماضي بزراعة أراضيهم بالقطن بعد أن قدمت مديرية زراعة إدلب التابعة لحكومة الإنقاذ التسهيلات اللازمة لهم من تأمين البذار الجيدة وتصريف إنتاجهم ما شجعهم على إحياء زراعته. أحد المزارعين في ريف حلب الغربي ممن زرع أرض هذا العام بالقطن قال لتلفزيون سوريا أن زراعة القطن كانت كارثية على المزارعين بالكامل نتيجة لأسباب عديدة، أولها نوعية البذار السيئة التي تم استلامها من قبل مديرية الزراعة، بالإضافة إلى الأمراض التي أصابت الثمار، أيضا كميات المياه الكبيرة التي استهلكتها الأراضي المزروعة والتي قدرت ب 12 ألف متر مكعب من المياه للهكتار الواحد، مؤكدا أن موسمه هذا العام من القطن فاشل وخاسر، حيث من المستحيل أن تنتج أرضه أكثر من طن واحد فقط في أحسن أحواله نتيجة نوعية البذار السيئة على حد قوله. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا موسى البكر مهندس زراعي، هو معنا من إدلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير لإلك. صباح الورد يا هلا، الله يسعد صباحكم. أستاذ موسى، فينا نقول أنه اعتبار الزراعة هاي العام كانت مغامرة من قبل الفلاح، وشو الأخطاء اللي كان ممكن يتلافاها لحتى تكون نتائج جيدة أو حتى ممكنة؟ طبعا بالنسبة لأي زراعة جديدة بالنسبة للمزارعين، خصوصا المزارعين اللي ما كانوا هني زارعين هاي الزراعات، فهي تعتبر مغامرة. ومعظم المزارعين بيكون أو بيلجأوا لهاي الزراعة نتيجة المردود المادي، لأنه بالأحوال العادية نحن بنعرف أي زراعة جديدة فرح تحقق دخل كتير كبير، إلا للأسف يعني هاي السنة ما حالفهم الحظ للمزارعين بالنسبة لزراعة القطن. يعني 10 سنوات تقريبا المزارعين ما زرعوا القطن لعدة أسباب، من الأمطار، من ما في محالج، ما في تصريف الإنتاج، واليوم حكومة الإنقاذ وعدت بتقديم التسهيلات وتصريف الإنتاج وإعطاء البذار. البعض من الأهالي والمزارعين بيقولوا كان البذار فاسد، من المسؤول عن هذا الموضوع فساد البذار؟ هل التجار ولا الحكومة الإنقاذ التي قدمت هذه التسهيلات؟ هلا بداية المحصول طبعا صار له أكثر من 12 سنة ما زرع، بداية لأنه كان في ضرب للبنى التحتية، كان المحالج الموجودة أو المعامل الغزل، بالإضافة لتدمير قنوات الري لأنه يحتاج لمياه. أما بالنسبة للبذار، هلا نحن لما نقول إنه بذار فاسد، أي محصول كان أو أي بذار كانت إرس إنه فاسد فما رح تنتج ولا رح يكون في عنا نمو خضري إلها. بالنسبة للزراعة هاي السنة ففي كثير من البذار اللي نحن نجيبها، هلا المزروع القطن كان مزروع هو صنفين، في صنف مبكر وصنف متأخر بالنسبة للزراعة، حتى المزارعين تأخروا في زراعته. ولكن في العموم نحن لما نقول إنه في عنا بذار فاسدة فهي ما رح تنتج في الأساس ولا رح يكون في لها مجموع خضري ولا رح تنمو. أما بالنسبة للبذار اللي كانت فنحن بنشوف مثلا الشيء الموجود بتركيا، البذار معظمها تركي، البيئة اللي عندنا غير مناسبة كانت، مواعيد الزراعة كانت غير مناسبة. الأهم من هذا كله الخدمات، يعني هلا أنا كان لي زيارات ميدانية كثيرة على الأراضي فشفنا إنه في تفاوت كثير كبير، في أراضي كانت مجموعة الخضر كتير كويس كان فيها إنتاج، بعض الأراضي اللي كانت يعني ما وصل ارتفاع القطن فيها لحوالي 50-60 سنتي، وهذا الأمر يعني غلط جدا. في أراضي كانت كمان يعني ضعيفة جدا نتيجة تقارب النباتات من بعض، يعني نحن مثلا أنا يعني على سبيل المثال بمنطقة الروج كان آلاف الهكتارات تزرع سابقا، بنعرف المسافات الموجودة اللي لازم تنزرع، كل ما كانت ابعد كل ما كانت افضل، ففي احد الحقول اللي زرتها يعني كان ما يتجاوز ال 20 سنتي بين النبات والنبات، وفي الاساس لازم يكون من 50 ل 70 سنتي بين النبات والنبات. يعني فينا نقول ايضا طبيعه الارض كان لها دور كثير كبير بهذا الموضوع. طبعا هلا بالنسبه للاراضي الموجوده للمناخ، يعني مو كل المحاصيل بتناسب، يعني اذا زرعناها هون راح يكون الزراعه فيها نفس المنطقه، يعني في عندنا مثلا حاليا القمح، ولو ذكرنا هيك على عجاله، القمح الموجود بتركيا هو قصير ولكن سنبلته طويله، قصير ليقاوم الرقاد الموجود في تركيا من امطار وثلوج، اما عندنا لا بالعكس، اللي عندنا هو طويل قصير السنبله، فاذا تم عمليات تهجين وشغل عليه رح يعطينا شيء يناسب المنطقه الموجوده عندنا، مو اي بذار تزرع في كل الاماكن. اذا كان يعني اختيار البذار كان لا يتناسب اكيد مع تربه وطبيعه، والناس متعوده على يمكن مساحات محدده من زراعه القطن، كل هي القصص ساهمت انه يكون هي السنه فينا نقول انه في خسائر للفلاحين. هل لديك إحصائية دقيقة عن مدى خسارة الفلاحين هي السنة بموسم القطن؟
هلا بالنسبه للمزارعين هن يمكن حوالي 104 مزارعين اللي قاموا بالزراعه، ولكن في العموم يعني الخساره هي عمت بشكل كامل على معظم المزارعين باستثناء بعض الحقول اللي كانت جيده واللي كان فيها انتاج عالي، ولكن يعني احنا سابقا متوسط انتاج الدنم من القطن بيتراوح من 400 ل 600 كيلو للدنم الواحد، ولكن في اراضي يعني زرتها انا ما تتجاوز كميه الانتاج فيها ال 100 كيلو، وحتى في منها اقل من 100 كيلو، فهذا قولا واحدا مع التسعيره اللي نزلت بالنسبه للقطن اللي هي قليله نوعا ما للمزارع، فاكيد معظم المزارعين اللي زرعوا خسروا، ومع ذلك طبعا هذول اللي عندهم اراضي ملك لهم، اما المستاجر فقولا واحدا كان في عنده خساره لانه ترتب عليه زياده مياه واجار الارض. طب استاذ موسى اذا بدنا نحكي لبعدين، صار في خطه معينه او ممكن يكون اصلاح في شيء معين، كلام من قبل الفلاحين المزارعين مع الجهات المعنيه بتفادي هاي الاخطاء اللي صارت هاي السنه؟ تماما، يعني هلا في كثير من المزارعين حكى وكان في لهم يعني مثل وقفه، وتجاوبت الحكومه لانه هذا الامر طالما انت راح يكون في عندك زراعه وانت اللي سلمتني البذار وانت راح تستلمها مني، فقولا واحدا اذا صار في عندي خساره من المفروض انه انت اذا ما شلتها كلها ولكن تساندني بالتكاليف، طبعا بالتكاليف اللي حطيتها، لانه طبعا هو تم تسليم البذار من قبل وزاره الزراعه وتم بناء عليه انه يستلموا المحصول من المزارعين، ولكن لما كان في امراض صابت، كان في دوده اللي اثرت بشكل كثير كبير على الجوزات على المشموع الخضري، فمن الطبيعي انه يكون الحكومه هي تساند المزارع لانه الخساره ما بيتحملها المزارع بشكل كامل. جيد، يعني مثل ما يعني سمعت انت من الحكومه وايضا من الفلاحين مع انه عندك تماس كبير معاهم، هل بتتوقع انه العام القادم حيتم زراعه القطن مره اخرى وممكن ان شاء الله يا رب يعني نتفادى هاي الاخطاء كلها، لانه اكيد كثير مهم انه نرجع للمزروعات اللي ربينا عليها القطن، القمح، الشعير اللي هي فعلا بتكون ثروه للفلاحين. تماما، يعني حتى هلا خليني نقول نسبه المزارعين اللي زرعوا حاليا يعني على مساحات اللي كانت تزرع سابقا، فهني خليني نقول طور تجربه، طبعا في همه كثير كبيره لتكون مساحات اكثر واكثر، لانه نحن لما بنركز على محصول القطن مو بس لانتاجه كمحصول قطن، لانه بيشغل، لانه هو عباره عن عجله، بيشغل عجله الاقتصاد بشكل كثير كبير. حاليا في المنطقه الصناعيه بدات معامل غزل، معامل الحلج، ولو على المحالج عفوا، ولو على نطاق ضيق، ولكن هذا الامر مو بس بيشغل مزارعين، فهي دوره متكامله، لذلك التركيز كثير كبير. ممكن يكون في خطه مثلا لاخذ بذار معينه يكون، او البذار السوري اللي كانت موجوده عندنا اللي بتمتاز بطول التيلي لها، حاليا ممكن اخذ من الحقول الناجحه جدا ممكن اخذ بذار وتوزيعها للمزارعين، فشفتون لا في ان شاء الله زراعات اكثر واكثر، وراح يكون في تسهيلات اكثر حتى بالنسبه لتقديم العنايه كامله والمتابعه لهيك محاصيل. حسب متابعتك نحن عم نحكي دائما على موضوع القطن، كان في مزروعات ثانيه يعني شافت نفس المعاناه هاي السنه، موضوع البذار او حتى التربه ما ساعدتها والبيئه؟ هلا بالنسبه للبيئه بالعموم يعني مناسبه هي لمعظم المحاصيل، نحن ما عم نجيب شيء جديد، كان في تدني ببعض اسعار بعض الخضروات هاي السنه اللي اثر بشكل كثير كبير زيادتها، الناس لما بيشوف مثلا في هاي السنه كان في زراعه لنوع معين وصار في انتاج عالي، فالناس بتلاقي انه بتزرع كلياتها، يعني مثل السنه الماضيه كان في توجه كثير كبير، او السنه قبل الماضي او العام قبل الماضي كان في توجه لزراعه العصفور، فشفنا انه السنه الماضيه الناس زرعت عصفور بشكل يعني بشكل جنوني، فشفنا انه تدنى اسعاره لوصل في كثير من الناس عندها خسارات، فانه نحن لما بنركز زراعاتنا على منتج واحد وما يكون له سوق صرف هون مشكله، بينما مثل القطن مهما زرعت ولو زرعت المنطقه كلياتها في القطن فراح يكون استيعابه امر بسيط جدا، وحتى بامكاننا يعني نجيب قطن ونستورد قطن من برا لحتى نشغل المعامل الموجوده عندنا. بدنا نشكرك على المعلومات اللي قدمتها، وان شاء الله يا رب يعني نقدر نحل هاي المواضيع اللي بتخص الفلاحين، ونشوف موسم خير على كل اهلنا بالداخل السوري. موسى البكر مهندس زراعي كنت معنا من ادلب، شكرا لك. نهارك سعيد.